عشر سنة يوم فكرت إنه أعمل مشروعي الخاص للتطريز الفلاحي، وكنت يعني مفكرة أعمله طبعاً أنا إشي مودرن، لأنه يعني إشي طبيعي. الناس بطلت تلبس الثياب القديمة، الجيل عماله بتغير والدنيا بتتطور، بس طبعاً لا غنى عن الإشي القديم. بس فكرت إنه أعمل إشي يعني إله دخل في تراثنا، بما إنه هويتنا دائما وين ما نروح في حدا بيحاول يخدها منا، فيعني الواحد حلو كتير انه يحافظ على هويته. فكان مشروعي انه بدي احافظ على هاي الهويه.